اسمي سامي العاقل، ولدت في صنعاء تاريخية اليمن من أب يمني وأم اسكتلندية. ومنذ طفولتي لدي حب كبير لله، وكنت أسعى دائما للمعرفة والتقرب إليه. كنت أستغل أكثر أوقات فراغي في التأمل والتفكر في خلق الله. فشعرت بحب كبير لله وأدركت أهمية التفكر والتأمل. وفي عام 2011 نلت الرخصة الدولية في التدريب، وكانت نقطة تحول في حياتي، فشاركت في صناعة الأفلام وأيضا مسابقة صناعة الأفلام برعاية القنصل البريطاني في اليمن. وفي 2014 قررت السفر إلى بريطانيا لبدء حياة جديدة، فكانت أصعب أوقات حياتي، فلم يكن لدي الوقت لتذكر حلمي والعمل به. وبعد محاولات عدة ومعوقات كبيرة قررت استكمال دراستي، فتخصصت في الموارد البشرية وبدأت أول عمل في المجال. وبفضل الله بعد 3 سنوات قدرت ألم شمل زوجتي وبدأت حياتي تستقر. فأسست منظمة غير ربحية في اسكتلندا، وأصبحت مستشار الموارد البشرية في أدنبرا وعضو مجلس إدارة في منظمة أخرى كبيرة في اسكتلندا. في رمضان 2020 رأيت برنامج كأنك ترى، وسعدت كثيرا وتذكرت أيامي في اليمن وأنا أتأمل وأتفكر، فكانت كإشارة من الله سبحانه وتعالى أن مشواري إليه وفعل الخير لسه حيبدأ. فقدمت على برنامج منازل الروح. بفضل الله من بين 1000 مشترك ذو كفاءة إن شاء الله أن أكون من ضمن المشاركين. فتعلمت الكثير من الدكتور عمرو خالد، وقدرت أنشر المحبة والسلام ولو بشيء بسيط من خلال البرنامج، وكانت من أفضل رحلات حياتي. إن كنت الآن في عاصفة الحياة، تذكر أن الله يسمعك ويراك، وأنه لن يتركك أبداً.